علاج لمن أصيب بالبلايا والأمراض والهموم والكروب. الله عز وجل يقول، وأنا أطلب من المشاهد أن يكرر هذه الآية، وأطلب من الجميع إخواني وأنا كذلك أن نكرر هذه الآية إذا نزلت بنا البلايا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. العجيب يا أبو حسين أن البلايا هذه قد نزلت بالأنبياء. الله عز وجل قال عن يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر.